قصة الطول. كلا، لا جدوى من ذلك. ما المشكلة يا رومبا؟ أحاول أن أحضر طبقي الطائر لكني لا أصل إليه، فهو عالي للغاية. حسناً، سأحضره لك. شكراً يا روزي، ليتني كنت كبيراً وطويلاً مثلك. أنت تكبر بالفعل، انظر، كان طولك إلى هنا والآن وصل إلى هذه العلامة. ألم يزد طولي الآن؟ للأسف يا رومبا لم يزد منذ البارحة. تعال، هيا بنا لنلعب. أهلاً رومبا، هل ستلعبان؟ نعم. أمسكته بمهارة يا كرز. نعم، نحن أفضل من يلعب هذه اللعبة. هذا ليس عدلاً، لابد أن أكبر وبسرعة. ابتهج يا رومبا، خذ، جرب قبعتي، يمكنك أن تستعيرها. رائع، شكرا يا كرز. مرحبا بالجميع. أهلا أرتشي. رومبا، تعجبني القبعة. استعرتها من كرز. أوه، ليت لدي قبعة لتحمي عيني من الشمس، لكن حيوان الحرباء لا يرتدي الثياب. أنا لا أرى سببا لهذا، سوف أصنع لك واحدة. هل يمكنك؟ مثل هذه تماماً؟ مثلها تماماً، فقط أصغر، لن تستغرق وقت. رائع، شكراً يالين. هيا أمسكي. ما زلت أتمنى أن أكون أطول. لحظة، عرفت كيف يمكنني أن أصبح أطول. تعالي معي يا روزي. رائع يا رومبا، أنت الآن أطول بكثير. أعرف. مذهل، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك. أحب أن أكون طويلاً، يمكنني أن أرى المزيد من الأشياء هكذا. احترس. ربما كانت هذه الطريقة لزيادة طولك ليست مناسبة. نعم، قد تكون محقة. لقد خطرت لي فكرة أخرى. ما الذي تفعله؟ أنا أتمرن يا بلبلة لكي يزيد طولي. والآن أخبريني ما رأيك يا بلبلة؟ ما زلت قصيراً كما كنت دوماً. كنت أتمنى أن أصبح أطول. ما تحتاجه هو بعض المؤثرات. أعرف الوصفة المناسبة. حقاً؟ أجل. فلنحدد كم يبلغ طولك. والآن أغمض عينيك. كزعم كزعم كزير، اجعل صديقي رومبا أطول بكثير. أشعر بمفعول التأثيرات. هل ازداد طولي؟ أسرعي. كلا. أعني ليس بعد، إنها مؤثرات تعمل ببطء شديد، عليك الانتظار. أعتقد أني أحتاج إلى مساعدة شخص طويل وكبير بالفعل، ربما يقدم لي النصيحة. ترى ما رأيك في قبعة أرتشي؟ إنها رائعة يا لين، إنك ماهرة، تبدو كقبعة كرز لكنها أصغر، مؤكد أرتشي سيحبها. شكراً يا روزي، أتمنى ذلك. كنت أنوي الذهاب إلى فكري، فلنذهب معاً. حسناً، سأترك القبعة هنا وأخذها لأرتشي فيما بعد.
دي 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 دي. هذه قبعة كرز، سوف أجربها، ربما تلائمني. ليست مقاسي، لكني بالتأكيد أبدو وسيماً مثل كرز. أجل، بالتأكيد أنا أبدو وسيماً مثل كرز. مرحباً، مرحباً، هل أطفأ أحدكم النور هنا؟ بينون، كيف استطعت أن تصبح بهذا الطول؟ لا أدري يا رومبا، ربما لأنني آكل الكثير من الخضروات الصحية مثل السبانخ والبروكلي. أتريد القليل؟ أوه بالتأكيد. حليب؟ أوه بالتأكيد، شكرا. ربما تكون طويلا لأنك تشرب الحليب من كوب طويل. ربما سينجح هذا. أول الحكاية، كنت صغيراً للغاية، الجدران القصيرة تحجب رؤياي، لكن بتعاون أصدقائي الجميل سأكون الآن ضخماً وطويل. مرحباً، هل من أحد هنا؟ روزي؟ كنت أتساءل أين اختفت قبعة كرز. يبدو أنها لم تعد مقاسي. أصبحت عملاق، كم هذا عجيب. يهي، لقد كبرت. روزي، روزي، انظروا، انظروا، تحولت إلى عملاق. انظروا كم أصبحت قبعة كرز صغيرة الآن. لابد أنها التمارين أو الحليب بالكوب الطويل أو بسبب مؤثرات بلبلة العجيبة. ألست عملاقا يا روزي؟ لا، لم يزد طولي، أليس كذلك؟ آسفة يا رومبا، هذه قبعة التي صنعتها لأرتشي. لا تقلق يا رومبا، في الماضي كنت قصيرا مثل حبات البلوط هذه. لا بأس يا فكري، لن أكون طويلا مثلكم أبدا، لا بأس. بسرعة النجدة، تعالوا بسرعة. أرتشي سقط هنا. أنا في الحفرة ولا يمكنه أن يخرج. أنا عالق. مسكين يا أرتشي. كلا، المكان جميل في الحفرة، صدى صوت رائع. لكن لن تبقى هكذا إلى الأبد. اطمئن يا أرتشي، سأخرجك. يا إلهي، أنا كبير الحجم، لا يمكنني الوصول إليه. وأنا أيضاً، لذا طلبت مساعدتكم. أنا كبيرة الحجم أيضاً. يبدو المكان مخيفاً في الحفرة. دعوني أجرب، قد أستطيع أن أدخل لصغر حجمي، أو يمكن أن أدخل قدمي. كدت أن أصل إليك. أمسك بقدمي. رومبا هو بطل الشجاع، الوحيد الذي استطاع إنقاذي من الحفرة. أعتقد أن صغر الحجم ليس بهذا السوء. أنا أحب أن أكون كما أنا. أحبك كما أنت أيضاً يا رومبا. شكراً لأنك أعرتني قبعتك. وهذه لك يا أرتشي. شكراً يا لين، سوف ألبسها في المناسبات الخاصة. أنا أيضاً يعجبني أن أكون كما أنا. روزي، لقد قررت أن أكون سعيداً للغاية لأني صغير. هذا غريب، لكنك بالفعل أصبحت طويلاً الآن. حقاً؟ كيف هذا؟ انظر. رائع، انظري إلي، أنا عملاق. يهو.
الفراولة. روزي! رومبا! أفزعتني! أوبس! آسف! لنلعب لعبة يا روزي! أي لعبة؟ وجدتها! غميضة الفراولة! غميضة ماذا؟ كيف نلعبها؟ هاها بسيطة! سأختبئ ومعي الفراولة وعليك إيجادي قبل أن أكلها! ألا نلعب لعبة أخرى؟ لا! ستحبينها! عدي كل شيء في المطبخ وأنا سأختبئ! وتذكري! عليك إيجادي قبل أن أكلها! أعد كل شيء! موزة واحدة، تفاحة تفاحتان، كوب كوبان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة أربعة أحذية. أوه، ما هذا؟ واو، كم أنت سريع يا قرز! لكن ليس كثيراً، أنا أريد رقماً قياسياً. أتحبين مساعدتي؟ طبعاً، أنا قادمة. ليس مغبأً مناسباً. عرفت! البستان! جاهزة يا روزي؟ جاهزة جدا! واحد، اثنان، ثلاثة، هيا! هيا يا روزي! كنت سريعة؟ سريعة، لكن ليس بما يكفي. ما رأيك أن نجرب معاً ونضاعف سرعتنا؟ ربما خلف هذه. لا، هذه. لا، جميعها رفيعة. أين أختبئ؟ سباق! سأشاهد! واحد، اثنان، ثلاثة، انطلاق! إلى أين؟ ماذا يجري؟ لقد نجحتم! سجلتم رقماً قياسياً جديداً! بلبلة، هل أعجبتك الجولة؟ أظنني أحتاج إلى التمدد الآن. أين اختفت؟ أين اختفت؟ ماذا فقدت يا بينون؟ تفاحتي المحلاة، دهنتها بالعسل والكراميل، لقد اختفت. لا تقلق، سأبحث عنها معك. سأفرد ريشي هنا وأنام قليلاً. توقفي، هذا يدغدغ. من قال هذا؟ كفى. ماذا تفعل هنا؟ أختبئ. حقاً وجدتك بسهولة. هذا صحيح، علي أن أجد مكاناً آخر. متأكد من أنك لم تأكل تفاحتك؟ أنا متأكد. ولا يبدو أنها وقعت منك أيضاً. كانت شهية وحلوة للغاية. بينون، أظنها قريبة جداً منك، بل ملتصقة بك.
شكرا روزي، أتريدين قدمة؟ لا شكرا. ما رأيك لو حملتك على ظهري وتنزهنا؟ أحب هذا. أها المتاهة، لن تجدني روزي هنا، سيكون صعبا. هذا مسل يا بينون. عفوا لين، هل هذه لك؟ نعم، جمعتها لأصنع نجمة. هل تريدين أن أساعدك؟ نعم رجاء يا روزي. لن تجدني روزي هنا بسهولة، إذن سأستريح الآن. أهلا، أخبرني ما اسمك. أظن أنني سأسميك دودو. أنا ألعب الغميضة وأنت وجدتني، ولهذا تستطيع أن تأخذ فراولة. شكرا يا روزي، إنها تبدو رائعة. هل ستعجب رومبا أيضا؟ ستعجبه بالطبع. لها رومبا، نسيته تماما. لابد من أنه مختبئ يأكل الفراولة وينتظر أن أجده. رومبا أنا آتية. مسكين. تك 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 يا أم سليمان، تك 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 دودو أين كان؟ تك 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 كان مختبئا يأكل الفراولة في البستان. أنا أقصد في المتاهة، هل أنت جائع؟ واحدة لك وواحدة لي. لا تأكل هذه يا دودو، سأتركها لروزي، إنها صديقتي المفضلة. وطبعا ستعرف مكاني، وقتها سأكون أنا الرابح. رومبا، أوراق الفراولة، هذا يعني أن رومبا في الجوار. آسفة لأنني نسيتك يا رومبا، سأعد لك مفاجأة لأعتذر لك. والآن يا رفاقي أحتاج إلى مساعدتكم، سنقدم لرومبا أفضل لعبة غميضة بالفراولة. انهض. ها بلبلة؟ لكنك لست روزي. روزي يجب أن تعرف مكاني. وجدتك حين كنت نائما، الآن دورك في البحث عنها. فعلا الآن، هيا بنا يا بلبلة لنذهب. واو، إلى أين تشير هذه؟ اركب يا رومبا. إلى أين سنذهب؟ سوف ترى. نحن وصلنا. ماذا نفعل هنا يا كرز؟ كرز؟ ترى كيف سأجد روزي الآن؟ ما هذا؟ ها وجدتك. وجدتنا. أحسنت يا رومبا. آسفة لأنني لم أجدك بسرعة يا رومبا، أنا انشغلت في مساعدة الآخرين ونسيت أننا نلعب غميضة الفراولة. هيا قدمي له جائزته. تاتا. أكلت كثيرا من الفراولة اليوم يا روزي، لذلك تفضلوا جائزتي. ليتني أهديتك التوتة بدل الفراولة ولم أدعك تنتظر. روزي روزي، انتظرت وقتا طويلا طويلا جدا. أتصور أنك شغلت وقتك في اختراع لعبة جديدة، صحيح؟ نعم، غميضة النوم. كانت مسلية يا روزي. أنا
ألعب غدا لعبة أخرى؟ حفلة الحشرات الخفيفة. أوه. مسكين يا رومبا، اشرب هذا لتشفى. أوه، عندي زكام شديد. شكراً. أوه، أعطيني منديلاً من فضلك. أنت مسكين، لن تتمكن من الذهاب إلى حفلة الحشرات الخفيفة الليلة. الليلة؟ حفلة الحشرات الخفيفة الليلة؟ أوه، غير معقول. نعم، إنها الليلة. أمر مؤسف، صحتك لن تسمح لك بالذهاب. لا، لكن سأتحسن روزي. سأتحسن فعلا، صدقيني. تشو. خفيفة خفيفة خفيفة، حشرة حشرة حشرة، حفلة خفيفة، حشرة خفيفة، حفلة حشرات خفيفة. حبات البلوط متحمسة مثلي يا فكري. نعم هي متحمسة، الفرق الوحيد هو أنها لا تعرف ما هي حفلة الحشرات الخفيفة، فهذه أول مرة لها. هيا هيا اهدأنا، أنا سوف أخبركن عن حفلة الحشرات الخفيفة. هذه الليلة، في اللحظة التي تغيب فيها الشمس فوق الملعب، تخرج الحشرات الخفيفة طائرة من مغارتها وتلمع كلها في الظلام عندما تطير في الفضاء راسمة أشكالها الجميلة. ونحن نتزين ونرقص أيضاً، وبعد ذلك نقدم لها وليمة من البراعم التي تحبها. من سيساعدني في جمعها؟ أنا. أرأيتي؟ أنا بخير، قلت لك ذلك. رومبا، عد إلى السرير أرجوك، أنت مريض ولا يمكنك النهوض. أنا بخير، انظري سأريك. رومبا، انظري و أتشو. أو ترى من أتى الآن. أهلاً يا لين. أهلاً يا روزي، أحمل إليك رسالة، إنها من أرزة. شو؟ أوه، أهلاً يا رومبا. أرزة تقول: الألوان الجميلة سوف تلمع، ولكن لن يراها الجميع تقريباً. حسناً، لا بأس، علي أن أذهب الآن بنفسي لأرى ما الأمر. نعم، أظن أن للأمر علاقة بالحفلة. أنا متشوقة، وأنت يا رومبا؟ رومبا مريض للغاية اليوم. مسكين يا رومبا، سأبقى معه إن أردت. شكرا يا لين، حاولي أن تعيديه إلى السرير. أتشو. إلى اللقاء، سأذهب الآن إلى أرزة، سأعود بعد قليل. لين، ليس علي أن أعود إلى السرير، إنه مجرد زكام. اسمعي، لما لا نتمشى قليلاً؟ لكن روزي قالت. أعرف، لكنني بخير. ستتأكدين خلال النزهة. حسناً، ربما. هيا بنا. ها، إلى أين؟ لنساعد بينون في جمع البراعم للحشرات الخفيفة. لقد رأيت أشياء كثيرة مدهشة إلا حفلة الحشرات الخفيفة، وأخشى ألا أراها أبداً. ولكن لماذا يا أرزة؟ لأنها تطير على علو منخفض، ومن هنا يصعب رؤيتها. أنا حزينة جداً. لابد أن نجد طريقة لرؤية الحفلة. سوف أفكر في حل يا أرزة، أنا أعدك. رومبا مريض للغاية. أبعديه من هنا، أبعديه من هنا. فلتهدأي إذن يا بلبلة. قد نصاب مثله
بما هو مصاب به؟ فلن نذهب إلى حفلة الحشرات الخفيفة. إنه فقط زكام. فقط؟ الزكام لا يقال عنه فقط. هيا هيا أيتها الأوراق السخيفة. هل أنت بخير؟ لا بأس يا رومبا. ماذا تفعل خارج السرير؟ آسفة يا روزي، لم... ليست غلطتك يا لين، أنا أردت التنزه، لكن ربما علي فعلاً أن أعود إلى السرير. نعم، هذا أفضل حل. هيا. لا أمل لي في الذهاب إلى حفلة الحشرات الخفيفة يا روزي. لا أظن ذلك يا رومبا، لكنني سأبقى هنا معك. لا لا، اذهبي أنت يا روزي. لا لا بأس، غيرنا أيضا ستفوته الحفلة. أرزا لن تستطيع أن ترى حفلة الحشرات الخفيفة من مكانها. صحيح، أتمنى لو أن الحشرات الخفيفة لا تطير فقط حول الملعب، أعني لو أنها تطير في الحديقة فقد أراها أنا وأرزا بسهولة. يا رومبا، أنت فعلا على حق، علي الوصول إلى الملعب قبل فوات الأوان. ابقى هنا واسترح، سأعود سريعا أعدك. أتشو. لن أرى حفلة الحشرات الخفيفة أبدا، ولكن أرجو أن يفرح بها كل من يراها. خفيفة خفيفة خفيفة، حشرة حشرة حشرة، حشرة خفيفة حشرة خفيفة، حفلة الحشرات الخفيفة. أين هي؟ هيا. بعد لحظات قليلة. إشارة يا بلبلة، مفهوم؟ الآن يا بلبلة، الآن هيا جميعاً اتبعوني. روزي روزي، هل هذه الحشرات الخفيفة؟ تعال وانظر، إنها مدهشة. أوه واو. شو؟ هيا بنا. شكرا يا روزي، أنت مدهشة. حسنا يا بلبلة، المحطة التالية. لقد نجحت خطتك يا روزي، الحشرات الخفيفة لا يمكنها الابتعاد عن البراعم اللزجة بالفعل. رأيت أموراً مدهشة كثيرة، والآن بفضلكم جميعاً رأيت أمراً جديداً. لكن لماذا علي البقاء في الفراش يا رومبا؟ لست مريضة كما كنت أنت. ليس لأنك مريضة، إنها هدية لك لاهتمامك بي. لم أكن مريضا لطيفا، أليس كذلك؟ لا. أوه، هذه أزهار جميلة وعصير ولبن وقطعة حلوى. شكرا يا رومبا. أو ماذا؟ هناك شيء آخر قد يجعل هديتك فعلاً مميزة. هل تحضر لي بعض البرتقال الأزرق من فضلك؟ ها؟ برتقال أزرق؟ أنا غلبتك. أرأيت؟ أنا أيضاً لست مريضة لطيفة يا رومبا. أوه.
مفاجأة مفاجأة. كان إفطارا شهيا، والآن أمامنا اليوم بأكمله لنلعب معا. هيا نبدأ بالتنكر يا رومبا، هيا. لا أستطيع اللعب. ما السبب؟ علي أن أستعير كتابا من لين. حسنا، سأذهب معك إذن. آسف، علي أن أذهب إليها وحدي. تذهب وحدك، لكن لماذا؟ أوه رومبا، هل استطعت أن تأتي دون أن تشك روزي في أي شيء؟ نعم، كل شيء يسير وفقاً للخطة. هذا جيد، أخيراً سنقيم حفل الأصدقاء. هذه فرصتنا لنبين لروزي كم نحبها. أريد شكر روزي لمساعدتها لي في حفر الحديقة لكي أزرع الجزر. وأنا أريد أن أشكرها لمساعدتي في بناء طائرة اللعبة هذه. ولقد ساعدتني روزي في صنع هذا السوار، ها، وأعطتني بعض الحصى اللامع كي أزين عشي. أريد أن أشكرها على زيارتها لي كل يوم، ولأنها موجودة دائماً لتلعب معي. إذن سنقيم لروزي حفلاً مفاجئاً متميزاً. حسناً جميعكم اصطفوا، هذا الحفل سوف يحتاج إلى الكثير من التنظيم، وأنا الطائر المناسب لهذا العمل. لين، مهمتك أن تعدي الكعكة وبطاقات الصداقة. حسناً يا بلبلة. كرز، مهمتك أن تصنع اللافتة الخاصة بالحفل. حسناً يا بلبلة. رومبا، عليك جمع الفاكهة. وبينون، مهمتك أن تنفخ البالونات. حسناً يا بلبلة. وأنا سوف ألقي قصيدة عن الصداقة. حسناً جميعكم، إلى العمل. بلبلة، لم تحددي مهمة لنفسك. لدي أهم مهمة على الإطلاق، سوف أشغل روزي لكي لا تكتشف أمر المفاجأة. بالطبع. والآن فلنذهب جميعاً إلى العمل. رومبا، هذا غريب، قال إنه سيذهب لاستعارة كتاب من لين. رومبا! ترى أين ذهب؟ روزي، لدي شيء في غاية الأهمية لتريه، تعال. حسنا، كيف تسير الأمور؟ جيد؟ جيد، رائع. يمكنني القول إنني برعت في تأدية مهمتي بإبقاء روزي منشغلة. أنا مذهلة في هذه الأمور. بلبلة، إذا كنت هنا الآن لتخبرين عن أدائك الرائع، إذن أين روزي؟ مرحبا. لماذا تغلقون الباب؟ إنها روزي. لا يمكن أن ترى هذا، ستفسد المفاجأة. روزي، هل أنت هنا؟ ما الذي يحدث في الداخل؟ دعك من هذا. هناك شيء آخر هام للغاية لا بد أن تريه، تعالي. كدنا ننكشف. انظري إلى المياه، تصعد لأعلى ثم لأسفل ثم لأعلى ثم لأسفل. إنها نافورة جميلة، لكنني أراها كل يوم بالفعل. ثم لأعلى ثم إلى أسفل. بلبلة، هل تحبين أن نلعب معا الغميضة؟ أجل، إنها لعبتي المفضلة، فلتختبئي وأنا سأعد إلى 20، بل إلى 30. 1، 2، 3، 4. أنا آسف، هل حدث شيء؟ كلا، إنه سليم. توقف. أهلا روزي. إلى أين تذهبان معا؟ نزهة بالحوامة. وما الذي معك؟ لا شيء. أيمكنني أن أنظر إذن؟ وجدتك، لست ماهرة تماماً في الاختباء. اختباء؟ ظننت أن مهمتك
إنها كنا نلعب معاً لعبة الغميضة. هيا بنا يا روزي، هناك شيء آخر هام للغاية سنفعله. وداعاً روزي. نعم، كان هناك طائر ضخم نادر وذهبي لامع طار إلى أعلى. لو انتظرنا هنا بهدوء لبعض الوقت سنتمكن من رؤيته يا روزي. حقاً؟ نعم، إلا إن كان الطائر الصغير في غاية الخجل. أظن أنك قلت إنه طائر ضخم يا بلبلة. نعم، إنه طائر ضخم، معك حق يا روزي. وما الذي يفعله كرز ورمبا هناك؟ يا إلهي، حلق الطائر بعيداً. حسناً، هناك شيء آخر هام للغاية سنفعله. هل أنت واثقة أنك أسقطت حصاك الأرجوانية اللامعة هنا؟ أجل، بينون، لين، لماذا يتصرف الجميع بطريقة شديدة الغرابة اليوم؟ سأذهب لأكتشف ما الذي يحدث. كلا، لا، ربما أكون قد أوقعتها في مكان أبعد. فلتبحثي معي عنها. روزي، يبدو أن أمراً ما يشغل بالك. الجميع يتصرفون بغرابة وأريد أن أعرف السبب. يبدو هذا مثل الألغاز، لكن تذكري بعض الألغاز من الأفضل أن تترك دون حل. لكنني أريد أن أعرف حقاً. يا بلبلة، تعالي هنا. ما الأمر؟ هل وجدت حصاتي؟ كلا، لكني وجدت شيئاً آخر لامعاً وبراقاً. أين هو؟ كان موجوداً في مكان ما هنا. واصل البحث. ترى أين أنت أيها الشيء اللامع؟ تعال إلى بلبلة. لا فائدة. روزي، لا أستطيع. روزي؟ أمسكت بكم. روزي، ما الذي تفعلونه؟ ما هذه الأشياء؟ هل ستقيمون حفلاً من دون أن أكون معكم؟ لا، لقد كنا ننظم حفلاً مفاجئاً من أجلك، حفل أصدقاء. لأنك صديقة مميزة لنا جميعاً يا روزي. لكن الآن لم يعد الحفل مفاجئاً. أعتذر للجميع. روزي، قالت إن هناك شيئاً. يا إلهي، أفسدت المفاجأة. أنا أعتذر لكم جميعاً عن هذا. ماذا سنفعل الآن؟ كيف نقيم حفلاً مفاجئاً بينما لم يعد مفاجئاً لروزي؟ المفاجأة هي أي شيء لا يتوقع الشخص حدوثه. أي شيء؟ الآن لن نقيم هذا الحفل، نحن نبعد الأغراض عن المكان. أنا في غاية الأسف. لا داعي للأسف يا روزي، ستكون هناك حفلات أخرى بالتأكيد. روزي، أحتاج مساعدتك. أوقعت حصاة أخرى لامعة ولا أستطيع إيجادها. حقاً؟ أعتقد أنها كانت في مكان ما هنا يا روزي. بلبلة، انظري، وجدتها. مفاجأة. حفل أصدقاء سعيد يا روزي. رائع. لم نلغي الحفلة بالفعل، جعلناك فقط تظنين هذا. إنها لمفاجأة جميلة. شكراً يا أصدقائي. بل شكراً لك أنت يا روزي. والآن قصيدة عن الصداقة. في وجعي تحكين لي جذعي، لطيفة وحنونة ومتلألئة حين تكونين تحت فروعي يا روزي، كل يوم مفاجأة. مرحبا. رومبا، هل تعرف أين ذهب البسكوت؟ أرزا قالت إن المفاجأة هي أي شيء لا يتوقعه الشخص، لذا أعددت لك مفاجأة يا روزي. وما المفاجأة؟ أكلت آخر قطعة، آسف. حسناً، لدي مفاجأة لك أيضاً. تبقى معي بعض من الكعكة.
هل لي ببعض منها أرجوك؟ عليك أن تنتظر وترى، إنها مفاجأة. لا. كرة الثلج الأخيرة. إنها الأخيرة. واو، جيد أننا لعبنا كثيراً بالثلج. الجو مشمس اليوم يا رومبا. أوه، اختفى الثلج. نعم، إنه يذوب. لا ثلج مرة أخرى؟ لا أظن هذا. تعال لنري هذه الصور لأصدقائنا. أوه، أردت أن أصنع أرنباً ثلجياً. أيها الثلج، أراك العام القادم. الربيع رائع رائع. مرحباً يا فكري، انظر إلى هذا. أحسنت يا روزي. ألا نبدو فعلاً رائعين؟ أريد إخباركم أني سعيد بقدوم الربيع، كل شيء ينمو إلا رجل الثلج. لم يبقى منه الكثير يا رومبا، سيختفي قريبا. كان رجلا مهذبا. أنا نادم لأنني لم أصنع أرنب الثلج. ستصنعه السنة المقبلة، لكن بينون ليس في الصورة. نعم، كان نائماً. أنسيتم؟ لم نتمكن من إيقاظه. فعلاً صحيح، إن بينون ككل الدببة ينام في الشتاء. تعال يا رومبا لنبحث عن كرزولين كي يشاهد الصور. نراك لاحقاً يا فكري. كانت غفوة جميلة وطويلة للغاية. ماذا حدث أثناء نومي يا ترى؟ أتمنى أنه لم يفوتني الكثير. انظروا، أنا أتزلج. وها نحن يا رومبا، كان الثلج ناعما وجميلا. انظر يا رومبا. رومبا، ماذا تفعل؟ أوه لا شيء، لا يمكن أن نصنع أرنبا من الرمل. لا، لكن الأفضل هو معركة كرات الثلج. بلبلة أصابت الجميع. هذا لأنني الأبرع. لا أحد يرمي كرات ثلجية مثلي. بلبلون هنا. أوه نعم. أوه حسنا. لقد قلت مرحبا بينون، وأخيرا أفقت. هل نمت جيدا؟ تعال وشاهد صورنا مع الثلج. ثلج؟ هل أثلجت؟ ها؟ ماذا تعني؟ أوه، ألم ترى سكوت الثلج من قبل؟ كم نومك عميق يا بينون؟ لقد لعبنا بالثلج وتزلجنا وصنعنا رجل ثلج كبيرا. أوه، أتعني أنك لم ترى أي ثلج؟ لا. ها؟ كانت أكوام الثلج في كل مكان، كانت مذهلة، كانت رائعة، مذهلة رائعة. لماذا لم تخرج وتنضم إلينا؟ لم أعرف، كنت نائما، أنسيتي. لا تهتم يا بينون، يمكنك رؤية الثلج. تعال وانظر إلى الصور. هذه بلبلة تتزلج. أنا متزلجة مدهشة. جميعنا تزلجنا أيضا. وأنا كنت سأصنع أرنب ثلج. أحببت التزلج، كنت سريعا بالفعل. ليتها تثلج كل يوم. نعم، الشتاء هو الأفضل.
لا أظنني سأعرفه يوما. بينون، لا بأس يا روزي، ليست غلطتك أني لم أستيقظ. يبدو أنكم استمتعتم كثيرا. سنساعدك لتستمتع مثلنا بالثلج. ستفعلون؟ ولكن روزي، الثلج ذاب. سنلعب ألعاب الثلج من دون ثلج. أحب أن أجرب واحدة من هذه. حيلة. هي، إن الرمل يبدو كالثلج. نعم، نستطيع أن نلعب به كالثلج. هل هذا ممكن؟ ارتمي فوقه وحرك ذراعيك هكذا. أوه، الرمل أصعب من الثلج قليلاً. إنه ليس ناعماً. هذا ممتع. ماذا فعلتم أيضاً بالثلج؟ لما لا نصنع أرنباً من الثلج؟ أحب القيامة بهذا. 1، 2، 3، هيا. لا أظن المزلجة تعمل جيداً فوق العشب. وماذا عن رجل الثلج؟ لنحل مشكلة المزلجة علينا جعلها تنزلق بسهولة. أنا أعرف. عجل، تعالوا. 1، 2، 3، اسحبوا. على الأقل نتحرك. لا فائدة، لا أستطيع السحب أكثر. الجو حار. عفوا يا بينون، لقد حاولنا كل شيء. لا تنجح ألعاب الثلج إلا بالثلج. اطمئني يا روزي، قمت بما بوسعك، ربما لم يفتني الكثير. هذا صحيح، كان مجرد ثلج لا أكثر. مجرد ثلج؟ كيف تقولين هذا؟ لقد كان ساحرا. أوبس، لم يكن ساحرا بالكامل، بل رائعاً قليلاً فقط. شكراً للمحاولة، ولكن من دون ثلج لن ينجح الأمر. لو فقط تثلج مجدداً. نصنع الثلج. هذه هي. أيمكنكم البحث عن بينون وإحضاره إلى البستان؟ لقد خطرت لي فكرة. فكرة رائعة. هيا يا رومبا، ليس معنا وقت كثير. وقت لماذا؟ سأخبرك في طريقنا. تأخرنا كثيرا. لا بأس يا رومبا، هناك ما يكفي، لكن فلنسرع. بالتوفيق يا روزي. شكرا يا فكري. روزي ورومبا قادمان. هل أفتح عيني الآن؟ ليس بعد. الآن. الثلج يسقط. أحضرنا لك هذه، آخر ما تبقى منه للأسف. إنه بارد. ما هذا؟ إنه الثلج، ما تبقى من رجل الثلج. كرة الثلجية. هيا يا بينون، ارميها. لا يمكنني أن أفعل هذا، لأنني سوف أحتفظ بها. لكنها ستذوب. لا يهمني، إنها أجمل شيء حصلت عليه طيلة حياتي. شكرا يا روزي. لكن كرة الثلج. أوبس. إصابة موفقة. أنا سعيدة بالفعل لأن بينون لعب بالثلج. وأنت يا رومبا؟ رومبا؟ تاتا.
لم تكن كرة بينون آخر كرة ثلج، بل يبدو أنك آخر أرنب ثلج. أسطورة الباندا الأحمر. ما الحكاية التي تريدها يا رومبا؟ حكاية القطارات؟ لا شكراً يا روزي. النمور؟ القمر؟ سمعتها كلها مئات المرات، أريد حكاية جديدة. حسناً دعني أفكر. في قديم الزمان كان هناك باندا صغير أحمر. كان هناك باندا صغير أحمر وكان يريد أن يكون شجاعاً كالأسد، فمشى مسافة طويلة جداً جداً عبر صحراء جافة وحارة، ثم وجد قارباً صغيراً فراح يعبر المحيط الواسع الكبير. روزي روزي، ماذا تريد يا رومبا؟ ماذا حدث للباندا الأحمر؟ لم أستطع النوم، إنها أفضل حكاية على الإطلاق. آه حسناً، نعم. وصل الباندا إلى جبل مرتفع مغطى بالثلوج، وراح يتسلق إلى أعلى، ولكن فجأة انزلق الباندا على الثلج وراح يتدحرج، لكنه لم يصب. وهنا أتت نحوه بومة زرقاء حكيمة وقالت: اتبعني وأنا سأدلك لمكان تجد فيه فضيلة الشجاعة. ثم طارت بسرعة، فلم يستطع الباندا أن يتبعها. وبعدها ماذا حدث؟ وعدت لين أن أساعدها، سأكمل مساء. أنا لا أستطيع الانتظار. مؤسف ألا يكون عندك مزلاج يا بينون، كنا تزلجنا معا. نعم مؤسف. أهلا قرز، أهلا بينون، لو تسمعان الحكاية التي ألفتها روزي. حسنا، ما موضوعها؟ الباندا الأحمر، جاهزان؟ في قديم الزمان وجد باندا أحمر أراد أن يصبح شجاعا كالأسد. بعدها من هو ذلك الباندا؟ ليس حقيقيا، حكاية مؤلفة. أنا أحب الحكايات، أكمل يا رومبا. شكرا للمساعدة، عندي أدوات كثيرة علي ترتيبها. لنرتب الأشياء حسب الألوان. روزي، هذه بلبلة، ماذا تريد؟ مرحبا يا بلبلة. وماذا حدث بعد ذلك، بعد أن لحق الباندا الأحمر بالبومة الحكيمة الزرقاء؟ عما تتحدثين يا بلبلة؟ إنها حكاية رومبا قبل النوم. أنا أحب الباندا كثيرا والبوم، أخبريني إياها. وأنا. حسنا، صنعت لك مزلاجا يا بينون كي نتزلج معا. شكرا. لو أنني أعرف كيف تنتهي حكاية روزي. وأنا أيضا، أخبرني رومبا عن البومة الزرقاء الحكيمة، وحبات البلوط تريد سماع الحكاية أيضا. علي أن أنتظر إلى المساء لأعرف النهاية. ربما لو ذهبنا وسألنا روزي قد تخبرنا الآن. نعم فكرة رائعة، لما لا تتزلج يا بينون؟ أظنني سأجرب فيما بعد. أرجوك. هيا يا روزي. أنا منشغلة بمساعدة لين، أريد أن أعرف نهاية الحكاية. هيا يا روزي، ماذا حدث عندما لحق الباندا الأحمر بالبومة الزرقاء؟ حسناً سأخبركم. سأخبركم فيما بعد. متى؟ في آخر النهار في الساحة. رائع، شكراً يا روزي. أنت محظوظة يا روزي، فأنت تعرفين نهاية القصة.
الحكاية المتميزة يلزمها مسرح متميز. والآن هل نذهب للتزلج معا؟ حسنا يا كرز، سوف تسرع كما لم تسرع من قبل، أليس هذا رائعا؟ انهدار التلة شديد، من الأفضل لو كان المكان منبسطا. سأكون معك طوال الوقت يا بينون. 3، 2، 1، انطلاق. أنهيت الجزء الأصعب بنجاح. بينون، هل أنت بخير؟ نعم، أظن ذلك. سأصلح هذا وستعود سريعاً إلى التزلج. أنا أصلح للمشي لا للتزلج. آسف يا كرز، أنا لست بارعاً في هذه الأمور. روزي، بحثت عنك في كل مكان، ماذا حدث؟ لا أعرف كيف أنهي الحكاية، فكرت فيها طويلاً. سيخيب أمل الجميع بسبب هذا. رائع، الساحة تبدو مدهشة، نحن متشوقون. لا تقلقي، سيأتي الباندا الأحمر ويخبرنا عما حدث، سترين. ولكن يا لين، الباندا الأحمر غير حقيقي. بينون، اصعد على المسرح لأجرب الإضاءة. أنا على المسرح؟ لا عليك يا بينون، أنا سأصعد. بسرعة، تعال معي. لين، ماذا يجري؟ علينا أن نساعد روزي، وليس أمامنا وقت. والآن النهاية المنتظرة لأسطورة الباندا الأحمر مع الراوية البارعة روزي. إذن الباندا الأحمر حاول أن يجد البومة الزرقاء الحكيمة ثم هناك تغيير في الخطة. حان الآن دورنا لنخبركم عن أسطورة الباندا الأحمر. إنه الباندا الأحمر. لقد سافرت عبر المحيط وتسلقت الجبل. نعم، وعلي أن أجد البومة الزرقاء الحكيمة، وحدها تجعلني شجاعاً. أحضري أجمل ريشة زرقاء عندك، أريد أن أستعيرها على الفور. أين يمكن أن تكون البومة الزرقاء الحكيمة؟ أنا هنا، البومة الزرقاء الحكيمة. تويتو. لست بحاجة إلى إعطائك فضيلة الشجاعة، لأنك فعلاً شجاع جداً. لقد عبرت المحيط وتسلقت الجبل وصعدت على هذا المسرح أمام كل أصدقائك. أنت أشجع دب على الإطلاق. الباندا الأحمر. نعم، الباندا الأحمر. شكرا لك يا روزي الحكيمة، أعني البومة الزرقاء الحكيمة. يعيش الباندا الأحمر. البومة الزرقاء الحكيمة. روزي، هل تؤلفين قصة لتصبح حقيقية كحكاية الباندا الأحمر؟ في قديم الزمان كان هناك أرنب أزرق خلد إلى أرجوحته واستغرق في النوم. لا أشعر بالنعاس، أريد سماع الحكاية.
إنه دورك لتروي الحكاية الليلة. لقد صحت حكايتي. هدايا لين. احترس يا رومبا. هدف. هذا يوم مناسب للعب الهوكي. أوه، الجليد صلب وبارد. وبينون سيصنع مشروب الشوكولاتة وكعكة القرع في منزله بعد المباراة. مرحبا لين، هل ستأتينا لمشاهدة مباراة هوكي الجليد؟ وصنعت لك هدية. هدية؟ أوه، أنا أحب الهدايا. شكرا لين. ترى، صنعتهما لكي يطفئك. لكن ما هذاني بالضبط يا لين؟ جوربان للأذن، لقد قمت بحياكتهما. هل يعجبانك؟ هدية لطيفة وزاهية، أليس كذلك؟ لين صنعتها خصيصاً لك يا رومبا. شكراً لين، أنا لم أتلقى أي هدية كهذه من قبل. مرحى، قمت بحياكة أشياء للجميع. لو أسرعت يمكنني أن أنهيها قبل مباراة الهوكي. مستعد لمباراة هوكي الجليد؟ ليس تماماً يا كرز، علي إدخال كل هذا القرع إلى البيت قبل أن يتلفه الطقس البارد. زرعت منه الكثير هذا العام. سيكفيني طوال الشتاء إن حميته من البرد. ملأت بالفعل كوخ الأوعية، لذا سأضع البقية داخل منزلي. ياه، المكان مليء به يا بينون. صباح الخير. مرحبا، بصفتي الحكم الرسمي للمباراة جئت لأرى كيف يسير إعداد الكعكة ومشروب الشوكولاتة. قمت بإعداد كل شيء في الصباح يا بلبولة. كعكة جميلة يا بينون، ولكن المكان مزدحم. بلبولة محقة يا بينون، كيف سيتسع المكان للجميع بعد مباراة الهوكي؟ لم أفكر في هذا. هذا لأن القرع في كل مكان، عليك أن ترصه في كومة واحدة. بما أخبرتك، متسع للجميع الآن. استغرقنا وقتاً طويلاً. هيا بنا، روزي ورومبا سيتساءلان أين ذهبنا. أنتم محقون يا حبات البلوط. مرحباً فكري، انظر ماذا صنعت لك. لأجلي؟ هذا لطيف منك يا لين، لكن ماذا سأفعل بها بالتحديد؟ ترتديها بالطبع، إنها جوارب أغصان. جوارب أغصان؟ الجميع سيشعر بالدفء اليوم. انحني يا فكري. شكراً لين. على الرحب، سيحتاج الآخرون إلى ما حكته ليتدفأوا به في مباراة الهوكي. عذراً حبات البلوط، إنها جوارب أغصان وهي تسبب لي حكة. عذراً على التأخير. بينون ملأ منزله بالقرع للشتاء، كان علينا رصهم. أنتم مستعدون؟ بالتأكيد. ما الذي تضعه على أذنيك يا رومبا؟ إنهما جوربان للأذن، لقد حكتهما لي لين. جيد أنها لك وليست لي. الجميع في أماكنهم. مرحبا، لقد صنعت هدايا للجميع. هدايا؟ أحب الهدايا. تفضل يا بينون، هذه لك يا روزي. شكراً لين. كرز، هذه لك. لي أنا؟ ولكنها ضخمة،
لقد عملت لين بجد كي تحيك لنا هذه الأشياء. إنها حقا ضخمة القيمة يا لين. يسعدني أن حياكتي أعجبتكم. الآن أنتم مستعدون للعب. وشاحي، أنا قادم يا كرز. والآن الكرة مع بينون. أين ذهب الثلج؟ واو، أخذتها يا روزي. احترس يا بينون. واو. ليس مجددا. ويبدو أن كرز سيحرز هدفا. أنا قادم. واو. وسقط كرز. لقد تعثرت، ولكن كان هذا خطأك يا رومبا. لا تلومني يا كرز، هذه الجوارب الغبية هي السبب. لم يقصد رومبا هذا، أليس كذلك؟ لا بأس يا روزي، رومبا محق. لم أصنع لكم أشياء مفيدة، أعتذر عن إفساد المباراة. لا تذهبي يا لين. سأذهب إلى فكري، على الأقل قد أعجبته الجوارب. لم أقصد أن أضايقها يا روزي. أنا متأكدة من ذلك. سأذهب لأعتذر منها. علينا أن نبين للين كم هي غالية علينا جميعا يا رفاق. تظنين أنها ستأتي لتناول كعكة القرع ومشروب الشوكولاتة؟ إنها فكرة جيدة. سأذهب لأخبرها. حسنا، سأعد مشروب الشوكولاتة. وأنا سأقطع كعكة القرع. بمناسبة القرع، ألن يقع هكذا؟ لن يقع بالتأكيد. انظر، احترس يا بينون. يا إلهي الحليب. والكعكة، الكعكة تدمرت. لدي المزيد من الحليب والكعك، لكنني أخشى ألا يتسع المكان للحفل. أعتذر عن عدم ارتداء الجوارب. أتعرفين، الأشجار لا تحتاج إلى جوارب. لم أقصد إزعاجك يا لين، سأرتدي جورب الأذن كل يوم من الآن. لا بأس يا رومبا، لم تكن هدية جيدة على أي حال. نعم. فاتتك رؤية كرز وهو يحاول إمساك العصا بقفازيه. هناك فائدة واحدة من أشيائي، إنها تسببت في إضحاك الجميع. كنا بالفعل نبدو مضحكين. لين، أردنا أن نشكرك جميعاً لأنك أردت تدفئتنا، فلتأتي إلى بيت بينون معنا. أعد لك مشروب شوكولاتة خصيصاً. لذيذ. كارثة، مشكلة، أخبار سيئة، ألغي الحفل. منزل بينون تدحرجت كل ثمار القرع التي كانت فيه وحطمت كل شيء. ثمار قرع؟ اهدأوا قليلاً يا حبات البلوط. أظن أنها عالقة. لا بأس يا حبة البلوط، سأخرجك. فلنبقيها في الداخل بعيداً عن المشاكل. نبقيها في الداخل؟ بالطبع، فكري أنت حقاً عبقري. هيا يا لين، سنحتاج كل ما قمت بحياكته. مستعد؟ حاملات القرع. الطريقة المثلى لتخزين القرع كله يا بينون. لين، نحتاج المزيد. لا، لن أستطيع الحياكة بأسرع من هذا. إذن سنساعدك جميعاً. ألم تنسى شيئاً ما يا رومبا؟ الاستحمام، المنامة، غسيل الأسنان، هذا كل شيء، أليس كذلك؟ ماذا عن هذين؟
هل علي حقا أن أرتديهما؟ من قال لك إنك سترتديهما؟ إنهما يصلحان كغطاء جيد لعصا الهوكي.